Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tilawati jilid 6, kita lanjutkan bacaan tilawati jilid 6 halaman 14. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قَبْلَنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Wallazina idza fa'alu fahisyah azim Terima kasih Silahkan dibaca-baca Tak lupa di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh